خطط الوفد مجلس الملك الاستشاري لشؤون الصحراوية لإسبانيا كانت زيارة ولله الحمد موفقة، بحيث أنه جميع الاتصالات التي أجريناها مع الأحزاب السياسية، حزب الشعبي وحزب الاشتراك العمالي وكذلك مراكز النقابية الكوميسيونس أوبريراس وأوخيتي، وكذلك فيما يتعلق بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني ولجنة في مجلس الشيوخ، كانت كلها اتصالات مثمرة، بحيث أنه يعني وقفنا مع هذه الجهات كلها على جوهر مشكل الصحراء والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا النزاع في المنطقة، وكذلك تفسير مهام المجلس الملكي الاستشاري الذي أسسه جلالة الملك مؤخرا في العيون يوم 25 مارس. ووقعت بطبيعة الحال نقاشات، بحيث أن الأطراف الإسبانية كلها، أحزابا أو برلمان أو نقابات أو وسائل الإعلام كذلك من صحف وتلفزة وإذاعة، كلهم كانوا يفتقدون إلى الحقيقة. ولهذا هذه الزيارة كانت مرحلة مهمة جدا في تبيان موضوع الصحراء كما هو حقا وكما نعرفه نحن، وفسرنا ذلك للإسبانيين بالطريقة التي يفهمونها فهما جيدا وبكل المعلومات الضرورية. وأعتقد أننا تلقينا من هذه الأطراف يعني وصلنا معها إلى تفهم في القضايا التي سببت في اندلاع هذا النزاع، كما أننا قدمنا لهذه الأطراف كلها كذلك مشروع جلالة الملك الرامي إلى إقامة نظام حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية، يكون حلا نهائيا لهذا النزاع ويكون كذلك حلا يرضي جميع الأطراف، بحيث أنه تلقينا تشجيع واسع النطاق وتفهم واسع النطاق، سواء من حزب الأغلبية الحكومية أو من حزب المعارضة كأحزاب أو من ممثليهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كذلك، لمساندة هذه الفكرة ولمحاولة جميع الوسائل للتوسط بين الأطراف المعنية ودفعها كطرف يعني يهتم مباشرة بهذه القضية وهذا دور إسبانيا إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار. في النهاية أعتقد بأن هذه الزيارة كما كانت زيارة فرنسا زيارة مثمرة جدا، وتلقينا طلبات من الاستمرار في الاتصالات وفي التفسير والأبعاد التي والمرامي التي يريدها المغرب من مشروعه، الذي هناك اهتمام بشأنه في هذه الدولة الصديقة من طرف الرأي العام الذي يهتم بالقضية، ومن طرف بطبيعة الحال الهيئات سواء كانت في الحكومة أو في المعارضة.